ازيكم احلى ناس في العالم، انا شيف عمرو حلمي وده طبخنا سوا على انرجي. كل يوم هكلمكم عن الاكل قبل الفطار في رمضان. النهارده هعمل ايه؟ هعمل شيش طاووق سهل جدا وحلو جدا، وجنبه بقى رز مش عادي، رز اسمه رز تهديج. يعني ايه الكلام ده؟ ده رز فارسي كده، او هو بالمصري يعني اسمه رز قعر الحله. يعني ايه الكلام ده؟ شوفوا الحلقه. تعالوا نبدا الاول بالشيش طاووق. هنحتاج وراك فراخ، فلفل رومي ألوان، وشرايح بصل. وعشان نعمل تتبيلة هنحتاج توم مفروم، بصل بودرة، بابريكا، ليمون، زبادي يوناني، ملح وفلفل، زيت زيتون، وزعتر. وعشان نقدمها بقى هنحتاج طحينة، دبس رمان، كزبرة خضرة، شرايح ليمون. ندخل بقى على الطريقة. هنتبل الفراخ دي بكل مكونات التتبيلة ونسيبها في التلاجة لو مستعجلين ساعتين، لكن الأحسن دايماً بيبقى من اليوم اللي قبله عشان تشرب التتبيلة كويس جداً. قبل ما نرص الشيش طاووق على السياخ الخشب، هننقع السياخ دي في مية ساقعة لمدة نص ساعة عشان ما يتحرقوش وإحنا بنشويهم. هنرص بقى قطع الفراخ والبصل والفلفل الرومي الألوان في الأسياخ، وبعدين هيبقوا جاهزين معانا. دلوقتي لو عايزين بقى ممكن نشويهم على شواية في فحم، أو نشويهم على الطاسة الجريل اللي هي بتعمل على البوتاجاز. وعشان نديهم طعم الفحم الجميل ده، هنجيب حتة ورق فويل ونشكلها على شكل كوباية، ونحط فيها نقطة زيت ونحطها في النص، ونرص شيش الطاووق حواليها. بعد كده نولع فحمة وننزلها جوه الفويل ده، ونغطي على الشيش طاووق على طول، فهتدخن وهتاخد طعم الفحم الجميل. ومش هنسيبهم أكتر من 5 دقايق. هنقدم بقى الشيش طاووق ده ونرش عليه شوية طحينة ودبس رمان، ونزوقه بكزبرة خضرة، ونرص حواليه شرايح ليمون. وكده الشيش طاووق بقى جاهز ويجنن. ما تروحوش في أي حتة عشان لسه أقولكوا على وصفة رز التهديج الإيراني. تعالوا نعمل بقى أحلى رز تهديج فارسي أو إيراني يجنن. الرز اللي هو بقى إيه؟ زي رز قعر الحلة ده، زي ما قلتلكوا رز بجد جربوه خطير. هنحتاج له بقى أدوات زي إيه؟ هنحتاج له حلة، بولة، مصفة، معلقة خشب، وطبق تقديم كبير مسطح. المقادير بقى هحتاج 3 كوبايات رز بسمتي مغسول 5 مرات على الأقل، 4 لتر مية مغلية، ملح وزيت زيتون وزبدة، و6 معالق زبادي. بس كده. في حلة كبيرة هنحط المية والملح، هننزل عليهم بالرز ونفضل نقلب فيه لمدة 6 دقايق لحد ما يستوي، أو يبقى الدنتي كده، أو يبقى بيعض شوية. احنا في المرحلة دي بنتعامل مع الرز اكننا بنسلق باستا او مكرونة، مش بنسوي رز. بعد 6 دقايق دول هنصفي الرز ونشطفه كويس جدا، وبعدين نصفي تاني. هناخد كوباية واحدة من الرز ده ونحطها في بولة، ونقلب معاها الزبادي اللي قلتلكوا عليه في المكونات. هنحط بقى في الحلة اللي هنسوي فيها، حلة تبقى واطية، هنحط فيها زبدة وشوية زيت عشان الزبدة متتحرقش. واما الزبدة تسيح هنحط كوباية الرز اللي متقلب مع الزبادي، ونفرده في قعر الحلة ونطلعه شوية على الجناب أكننا بنفرد عجينة بتاعت تارت مثلا. هنسيبه كده شوية على نار متوسطة لحد ما يبدأ يتحمر الرز من تحت. لما نعمل كراست كده من تحت، هنزود باقي الرز ونجيب ظهر المعلقة الخشب ونعمل فيه فتحات، ونرش شوية زيت وزبدة تاني على الوش. بعد كده نغطيه ونسيبه على نار هادية لمدة 10 دقايق. هنرفع الحلة كل شوية ونحركها ونبص عليه من الجناب، أول ما اللون يبقى ذهبي هنشيله من على النار. هنحط طبق التقديم فوق الحلة، وبعدين نقلب الرز زي المقلوبة بالظبط. وارفعوا الحلة بقى وشوفوا الرز الجميل جدا المتكرمل اللي من جوه، فلافي وخطير بجد. الرز ده يا جماعة اختراع، أحلى وصفة رز بسمتي ممكن تاكلوها في حياتكم. آخر حاجة، لو عملتوا الوصفات دي صوروها قبل ما تتنسف ونزلوها ستوري على انستجرام وفيسبوك، واعملوا لي منشن أنا وإنرجي إيجيبت وهنشيرها لكم. نصيحة كمان، ما تفوتوش حلقات كل يوم من طبخنا سوا في رمضان الساعة 4:15 قبل الفطار، عشان هتعرفوا وصفات وحكايات أول مرة أقولها. عمرو حلمي.